انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الخلع. المرأة كرهت الرجل ولا تستطيع أن تعيش معه، والرجل يرفض أن يطلق، حينئذ رخص الله تبارك وتعالى للمرأة أن تفتدي نفسها من الرجل ببعض المال، تصطلح معه على أن يطلقها أو أن يسرحها أو أن يخلعها ببعض المال. لكن المسألة كلها كما قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. يبقى إذن رجل يظل مع المرأة كلاهما يتعدى حدود الله، هذا لا يجوز. إن خاف كلاهما أو خاف أحدهما أن يتجاوز حدود الله، يبقى خلاص الفراق حينئذ أولى. طيب، لو أنهما اصطلحا على شيء من المال وخلعت المرأة نفسها أو طلقها الرجل، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والظن هنا لم يخرج على بابه اللي هو الشك يعني، لا، الظن هنا هو الظن الراجح، أي إن ترجح لهما، إن تراجعا أن يقيم حدود الله. مش القصة بقى قصة نرجع عشان الأولاد، أو نرجع علشان المرأة بتحب الراجل والراجل بيحب الست، أو هذا الكلام، لا،